نصيحه للناس ديال لي ستير، واخويا الناس ديال لي سيلكت غادي ننصحهم، غادي نقول لهم اخويا خدموا على لي زوتو فورماسيون. كفانا من داكشي اللي كيقراوك في لي ستير. واخا واحد المره وقفتني واحد الاستاذه تقرا في لي ستير قالت لي السيره غير شو ما عليك، دابا الناس ما كتخلي لهمش الثقه في التكوين المهني. بحال قلت لها والله العظيم داك قلت لي، قلت لي ما تخليش، قلت لها اسمحي لي يا استاذه، قلت لها انا راه قاري في التكوين المهني وعارف اش يكون التكوين المهني، وجربت نخدم بالتكوين المهني وراه ما دارنا والو التكوين المهني. لا ما تلقيهم علينا استاذه، مع احتراماتي ليك اللهم ما درتي لا زوطو فورماسيون ولا طفرتي في هذه البلاد، وماشي في هذه البلاد حتى خارج البلاد. قلت لها كيف يعقل انك تقري لي واحد الموديل تتقريهم دوزيام اني لا سيكوريتي الكريبتولوجي، تتقريهم داكشي ديال 1980 ل 86 ما يجيك. سو اخويا لي زوطو فورماسيون، انا كنت بغيت ننصح الناس ديال لي ستيا اخويا، ما لي زوطو فورماسيون اللهم كنتي تدير لي زوطو فورماسيون، ما تقولش كنمشي لي ستيا وكنجي ولا تقرا انت، راه داكشي اللي كتقرا في لي ستيا غيجيك واعر، حيت انت اول مره تكتشفو راه عارف هذاك الشيء والو. يعني لي ستيا هذوك الناس اش كيديروا؟ كيزكي بحال هذاك الاستاذ كيزكي من هنا من هنا كيزك، تيقول لك كاين واحد الحيط ديال الجهل، كيقول لك شتي الريزو ولا شتي البروغرام، راه هي شتي راه هي هذيك راه هي الريزو، وتيحطك. يعني راه ما غاديش تقدر تدخل لهذاك المجال وما تقدرش تطور فيه الا ما درتيش لي زوطو فورماسيون. فاخويا الناس ديال لي ستيا تنقول لهم لا زوطو فورماسيون، اي مجال اخويا متخصص فيه قرا في الدار، قرا في الدار، قرا في الدار، قرا في الدار. ملي غادي تقرا ليا في الدار غادي تبوستا، غادي تعرف بزاف د الحوايج. ديك الساعه ملي غادخل للستاج تتفرض راسك، ما غاديش يعطيك فوتوكوبي اخويا وانت في الستاج الصاط تطير ليه في الريزو، ما يعطيكش دير فوتوكوبي، غادي تعجبو وتقدر انك تستاجي معاه وتقدر يخدمك. من بعد تيدير لك بري اونبوش، يقول لك اخويا تسالي قرايتك اجي تخدم، تسالي قرايتك واجي خدم عندي. شكون اللي كيعطيه الفوتوكوبي؟ داك اللي باغي يدافع عليه راسو، راه عنده الناس اللي خدامين. ولكن انت الا كنتي قيمه مضافه في هذاك الستاج راه غادي بطبيعه الحال غادي يشد فيك. انا الخدمه اولا اللي خدمت مع ديك الشركه راه بديت غير من الستاج، استاجيت وما جبت لهم واعر وما يقول لي لا اخويا بغينا نشدوك. السلام عليكم. فلهذا الستاج اخويا باش توصل لهذا النيفو ديال بنادم تبهرو في ذاك الانتي، حيت في الستاج ملي كتبغي تخدم راه كيدير لك عندك واحد الانترفيو كيبدا يسولك اخويا، ملي كتبدا تطرق ليه وتتبعد معاه تتبعد معاه تيحترمك اخويا، تيقول هذا السيد هذا بغى يزيد بعيد ومزيان ليه تخدم عنده. هادشي اللي كان اخويا، هادي نصيحتي للناس ديال الستيا، وتنقول لكم تقاتلوا اخواني، تقاتلوا على راسكم وما تعولوا على شي حد في هاد البلاد.